النصر والحزم مباراة لو تسأل أي أحد اليوم أعظم محلل فني لا يمكن يقول لك المباراة تكون بهذا السيناريو المجنون بصراحة. يعني حتى الأهداف اللي كانت في آخر الدقائق كانت مفاجأة جدا، تتوقع فوز وخسارة وتعادل هذا بالتأكيد، لكن هالسيناريو أربعة أهداف لأربعة أهداف ما كان أحد متوقعها. في كل مرة كان النصر يتقدم كان يلحق به الحزم، وفي كل مرة تشوف النصر يتقدم تقول لن يعود الحزم ويعود الحزم. مباراة كانت رائعة جميلة لغير الحزم، لا لغير النصراويين، الحزموين أتوقع بالنسبة لهم نتيجة مثالية، لكن غير النصراويين كانوا مستمتعين بالمباراة. الحزينين هم النصراويين اليوم بهالنتيجة، لأنه هذه النتيجة تبعد النصراويين عن صاحب المركز الأول اللي هو الفريق الهلالي، اللي مش بس قاعد يفكر في الحصول على النقاط، هو عنده رقم يبغى يوصل له، رقم عالمي على مستوى سلسلة الانتصارات. فمسألة أنه تعثر الهلال يعني شبه معدومة، وإن كان عنده مباراة غدا أمام فريق اتحادي متمرس، فريق كبير ما يعترف، أو هذه المباراة لا تعترف أحيانا بالفوارق الفنية، مباريات الديربي، مباريات الكلاسيكو، لكن بالتأكيد أنه نتيجة اليوم أزعجت كل النصراويين، لأنه قدام الأمور تمام، بس وراء ربيع في النصر تقدر توصل وتأخذ اللي تبي وتمشي. هنتكلم عن المباراة بكثير من التفصيل بعد التقرير.